أهلا وسهلا متابعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم برنامج الارتكاز. معكم رحمن ركيلمي، راح تكون حلقتنا الأولى حول اللاعب أخوان رومان ركيلمي، اللاعب الأرجنتيني الأسطوري، حول قصة حياته، بدايته ومسيرته وعن احترافه أيضا، ونتكلم عن عودته إلى البوكا وعن المدربين الذين ظلموه وخلافاته مع اللاعبين، وأيضا من الذين تكلموا عنه وعن الثنائيات التي كونها مع اللاعبين في الاحتراف وفي البوكا وفي الأرجنتين. انتظرونا ولا تنسوا فعلوا الجرس والاشتراك بقناتنا ليصلكم كل ما هو رائع ومثير حول الكرة العراقية والكرة العالمية. شكرا لكم لمتابعتنا.